السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الإخوة والمشايخ والأساتذة ومختلف أطياف المجتمع بيسألوا عننا في موضوع البلاغ الأخير اللي تقدموا به بعض الملاحدة. وأولا أشكر الجميع لسؤالهم عننا ودعاؤهم لنا و بحثهم عننا وخوفهم علينا، نشكرهم الشكر الجزيل ونقول لهم كتر خيركم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونحن بخير الحمد لله، وما أصابنا مكروه ولا أصابنا سوء، لكن هكذا هو حال دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنه أي نبي وأي رسول وأي تابع لدعوة أي نبي أو رسول عليهم الصلاة والسلام لابد يلاقي عداوة. عشان كده جاء في صحيح البخاري لما خديجة مشت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل، والمهم ورقة قام قال لهم ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو مخرجي هم؟ فقال له ورقة رحمه الله، قال له لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أتى بمثل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله العافية في ديننا ودنيانا والسلامة. لكن ده الحال أصلا، وبالذات إذا اشتد الضرب والوجع على أعداء الله سبحانه وتعالى من الملاحدة والشيوعيين والجمهوريين والقبوريين وغيرهم من أعداء الإسلام أعداء رب العالمين. لابد يمشوا وغد يضربوك عديل في يوم من الأيام، وغد يقتلوك وغد يضبحوك زي ما فعل أسلاف الملاحدة وأسلاف المشركين مع المصلحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. ونسأل الله أن نكون سائرين في دربهم زي ما فعلوا وحيفعل. فشكل ده وضع طبيعي جدا، وده من الأدلة، وليس كل الأدلة لكن من الأدلة على صحة هذه الدعوة، أعني دعوة التوحيد. لأن يا جماعة دعوة التوحيد هي الخلاص، وهي المنجى، السبب المنجي من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة جميعا ولهذه البلاد السودان خصوصا. ودي رسالة وصية أنا بوصيها لجميع الإخوة والأحباب والناس اللي شاركونا والناس اللي وقفوا معانا وكل الناس في العالم، إنه إذا دارين حالكم ينصلح أول حاجة نصلي عقيدتنا ونوحد ربنا. لأنه يا جماعة ربنا ما خلقنا في الكون وأوجدنا كان بشر كان جن إلا لغاية واحدة وهي عبادته وتوحيده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعبدون يعني يوحدون. حتى الرسل ربنا ما رسلهم إلا لإفراد الله بالعبادة يعني التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن أطمنكم إنه مهما تكالب العلمانيون والشيوعيون وغيرهم من أعداء الإسلام، مهما تكالبوا على المسلمين وعلى الإسلام وعلى الدعاة المصلحين، ما يقدر يعملوا أي حاجة. بل المكر اللي بيمكروا والخطط اللي بيخططوها للإيقاع بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هي إيقاع ومكر بهم هم، زي ما ربنا قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، لكن هم ما عارفين. لأنه الآن الناس كلها كرهوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت الأحداث المؤسفة والإلحاد والمحاربة للإسلام أن شرودل زي القراي وأسمى محمود محمد طه ومحمد جلال الخطيب الشيوعي داك وغيرهم، الأشياء أن نشروها المحاربة الواضحة للدين وسب الإسلام وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما قال القراي قال العمل اللي بتعمله داعش ده قال عمل الرسول وأصحابه زمان كتلوا الناس. قال فزول بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام، بيسب ربنا، وزي الجماعة دي في صفحاتهم بيقولوا ألفاظ عن ربنا وعن القرآن ما في إنسان يقدر يقوله ولا في إنسان يقدر
يعني يسمع ذاته من قزازته ومن كفره بالله سبحانه وتعالى وشدة عداوته لله رب العالمين ولدينه الإسلام. فالشيء اللي بيسووه هم مفتكرين، أنا ما أعرف مفتكرين شنو، لكن الخلاصة إنه كرهت فيهم جميع السودانيين العقلاء جميعا. وشوفوا الوقفة اللي واقفينها الآن الناس معانا دي، ده شاهد ودليل على صدق كلامنا ده. ومن هنا أخص بالشكر الناس اللي وقفوا معانا كلهم بدعائهم، وفي واحدين محامين كتار قالوا احنا متضامنين معي، يعني هم ما معي انا بشخصي انما مع الدعوه دعوه التوحيد، فقالوا متضامنين معاهم وحنشتغل القضايا وحنسوي وحنسوي. والله ده ربنا يجزيهم خير وربنا يوفقهم وربنا يوسع عليهم في رزقهم وفي مالهم وفي علمهم وفي وقتهم، ونسال الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بركات السماء والارض وهو على كل شيء قدير. وكل الناس اللي شالوا همنا جزاهم الله خير، لانه ديل ما شالوا همنا، نحن شالوا هم الدعوه. وفي النهايه الملاحده ديل ما عادونا لانه نحن قبيلتنا كده، ولا عادونا لانه لوننا كده، لانه هم ذاتهم من ناحيه قبيله، في ناس ذاته قبائلهم تشترك مع قبائلنا، وفي ناس الوانهم مع الوان فلان وفلان وعلان، يبقى ما عادونا من اجل دنيا ولا قبيله، الناس عادونا من اجل الدين. فالعلمانيين الان في السودان بارزوا ربنا بالعداء بصوره واضحه لم تحدث من ذي قبل ابدا في البلد دي فيما اعلمنا. يعني هجمه شرسه جماعيه من كل الاحزاب العلمانيه ضد الاسلام وسب لله وطعن في القران. يا اخي ده قال لهم صوره الزلزله دي بتخوف الشفع، قال اذا زلزلت الارض زلزالها وكسير وزلزله، قال ما ممكن ندرسها للشفع. فناس زي ديل بارزوا الله بالعداء، كيف ما نقف ضدهم؟ اما نحن واجبنا ما حنخليه ولا حنوقف من الناس ذيل طالما حربنا عليهم بالوسائل الشرعيه. نحن ما ناس غير شرعيين ولا ناس ارهابيين زي الدواعش المجرمين الارهابيين، لا، نحن بنفجر عقولهم بالكتاب والسنه. وده الحرقهم، خلاهم يتجاروا بجاي ويصرخوا بجاي ويكركوا بجاي، وده ما حنخليه ابدا. ابدا ما حنخليه. والحمد لله ما انا شغال دعوه، والله يا اخواننا كتار وفي ناس ما بنعرفهم ذاته جنود، وما يعلم جنود ربك الا هو، شغالين دعوه وربنا فتح لهم بلاد وفتح لهم قلوب عباد. فالدعوه شغاله يا علمانيين ويا شيوعيين ويا ملاحده ويا جمهوريين ويا غيرهم من اهل اليسار واعداء الله سبحانه وتعالى. الدعوه دي ما بتقف لسبب واحد، انه دي حقه الله، وشغلكم ده كله حق ابليس. اللي بيغلب ابليس والله الله. ربنا قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وربنا قال يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اختم برساله، ما يكفي يا اخواننا مجرد التعاطف معانا، وان كان ده علامه خير كبيرة في الشعب السوداني وفي جميع اللي تعاطفوا معنا من برا وجوه البلد، ما بيكفي براو، لابد تتعلموا العقيدة والتوحيد. فلو ما تعلمتوا الدين وبالذات أصل الدين وأساس الدين التوحيد، ما حتقدر تحارب هؤلاء العلمانيين. يعني العاطفة براء ما بتحارب هؤلاء، لأنه زي ما أنت بتغذي الناس بالعاطفة هم ذاتهم بيغزوا الناس بالعاطفه. بكره يجي يقولوا الكيزان وكتلوا الناس ويبكوا منهم نفرين، دي معاطفه برضه زي ما انت بتستخدم العاطفه، لكن احنا بنحاربهم بالعلم، وفي العلم اساس العلم واساس الاسلام اللي هو العقيده الصحيحه. فدي دعوه لجميع الناس الغيورين على الاسلام انهم يتعلموا العقيده الصحيحه، لانه البلد دي ملانا شرك ملانا قبب، اذا دارين الحال ينصلح لابد نزيل هذه الأشياء في قلوبنا أولا بالعلم الصحيح وبالتوحيد النظيف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.